شاب نشأ في بيت بين والديه، بدأت حياتي يعني الدراسية في منطقة الرياض إلين تقريبا سنة سادسة ابتدائي، ثم انتقلنا مع الوالد تقريبا عام 1404 انتقل إلى جدة، كان هو المدير الإقليمي لمصرف الراجحي في المنطقة الغربية. كان الوالد يتنقل بين الرياض وبين جدة، بين الرياض والجدة، لين اتخذ قرار أنه راح يكمل مسيرته كلها في جدة، وانتقلنا بعدها من سنة سادس ابتدائي كملنا المتوسط والثانوي في جدة، وبعدها طلعت للدراسة خارج المملكة، وثم أكملت دراستي في جامعة الأمير سلطان في الرياض. تخصصت في الفاينانس، الإدارة المالية، رغم أن يعني لأنه مجال عملنا أكثر في القنوات المالية وفي الشركات المالية حكم عمل الأسرة كاملة في قطاع الصرافة، فاخترت هذا المجال لأكمل المسيرة يعني في العمل المالي. ما هو شرط أن الواحد يكون ابن أسرة ثرية، في أسر ثرية كبيرة انتهت والسبب الأجيال الثانية والأجيال الثالثة التي خلفت الجيل الأول اللي أسس هذه الثروة، وشفنا أمثلة كثيرة في ناس بدأوا من الصفر، اللي كون الثروة هذا كونها من الصفر، كان معدم. جدي رحمة الله عليه ابتدى ثروته من الصفر، كان معدم فقير لا يملك قوت يومه يعني، واشتغل بنفسه يعني من أول بداية حياته يوم انتقل من مدينة القصيم إلى الرياض وهو عمره تقريبا 11 سنة، اشتغل الحمالي في سوق الخضار في الرياض، وهذه كانت بداية حياته. التعليم يفيد في تنمية المال وتطوير المال وجلب يعني أفكار جديدة وتطور، يعني الآن الدنيا يوم عن يوم يفرق، مو سنة عن سنة تفرق، كل يوم يطلع شيء جديد، كل يوم تطلع تكنولوجيا جديدة، يطلع بحث جديد، بحث علم جديد، تطور في المعاملات المصرفية. أول كانت الناس تخزن فلوسها عندها في البيت، دائما محفظتك أنت الآن إذا فتحت تلقى فيها كاش، الحين الكاش هذا نادرا ما تلقى معك. والله حنا الوالد من يوم حنا صغار يعني تقريبا من حنا في المتوسط، احنا كنا كل إجازة تقريبا لازم ننزل سوق العمل، ننزل في الشركة نداوم في عدة مجالات، يعني عملنا كمندوبين مبيعات، عملنا كمسوقين، عملنا كمشرفين مواقع. تربينا عليه آبائنا وأجدادنا اللي هو احترام الناس، تقدير الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإنزال الناس منازلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه دائما كل شخص ينزل الناس منازلهم، ودائما الواحد يكون صادق في عمله ومخلص، نيته صادقة، إذا كانت النية صادقة والنية صافية الواحد يرزق دائما على نيته. فحنا دائما إن شاء الله نكون عند حسن ظن ولاة أمرنا في المقام الأول، وفي المقام الثاني في حسن ظن يعني المواطنين الموجودين في هذا البلد وإخواننا وأبناء عموما. والله الاستثمار طبعا هو الاستثمار عبارة عن فرصة، أن تبحث عن الفرصة وين تكون الفرصة. دائما احنا الشخص الناجح يقتنص الفرصة، فاحنا نقتنص الفرص في الاستثمار في أي مجال، سواء في مجال الاستثمار في بنوك، في مجال الاستثمار في الصناعة، في العقار، في السياحة، في الأغذية، في أي مجال نرى فيه فرصة بالعكس احنا ندخل فيه. رؤية المملكة اللي أقرها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فتحت لنا فرص وآفاق كبيرة، يعني سواء في مجال الصناعي أو في المجال العقاري. يعني الآن تشوف التنمية العقارية اللي صارت في البلد تنمية كبيرة، وعدد السكان اللي عدد الزوار اللي فتحت المملكة سواء في مكة والمدينة والزيارات أو التأشيرات السياحية هذه اللي فتحت في السعودية، هذه كونت لنا فرص عظيمة في المملكة العربية السعودية، ويجب على كل مواطن سعودي أن يفكر كيف يستغل هذه الفرص الموجودة، سواء سياحية، سواء اقتصادية، سواء استثمارية. الآن الشركات العالمية كلها موجودة الآن في المملكة العربية السعودية، لها فروع وبدأت تنشأ، لها فروع وبدأت تستثمر في المملكة العربية السعودية.
وهذا كله فضل الله سبحانه وتعالى وفضل رؤية سيدي سمو ولي العهد اللي يعني خلت للسعودية قيمة أكبر. كانت قيمة السعودية لها قيمة صارت الآن لها أضعاف قيمتها، والآن شفنا السعودية من بعد الرؤية أصبحت من دول العشرين، أصبحت دولة مؤثرة في العالم ولها دورها ولها كلمتها ولها كيانها الاقتصادي والسياسي في العالم كله. قدوتي في العمل الوالد الله يطول بعمره. الوالد طبعا من الناس اللي عملوا منذ صغره، يعني من يوم هو في طفولته هو يعمل مع جدي رحمة الله عليه، كانوا في العمل سواء الجد والاجتهاد والمثابرة، ودائما الوالد ما عنده شيء اسمه مستحيل. ولكن طبعا أنا من أحب الجوائز لي اللي هي جوائز مهرجان الملك عبد العزيز الإبل، ما إنها الهواية اللي احنا يعني متعمقين فيها وهي من تراثنا وأصالتنا. يوم تولى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، قام بتأسيس نادي خاص بالإبل برئاسة سمو سيدي ولي العهد وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد على أعلى مستويات، يعني نادي يضاهي النوادي العالمية في الخيل، يضاهي النوادي في كل المجالات، وأصبح للموروث الإبل في المملكة العربية السعودية قيمة عالية جدا عند محبين ومقتنين هذه الهواية. كله فضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذه الإبل التي أعزها الأمير محمد بن سلمان ودعمها ودعم جوائزها بمئات الملايين وأشرف عليها بنفسه ووضع لها سخر لها جميع الإمكانيات بإشراف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، الذي الحقيقة وضعه الأمير محمد، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. طبعا شداد بدأ من النسخة السادسة اللي فاز فيه العم دبوس الدبوس، هذا كانت أول نسخة للشداد، فكنا احنا ناويين ندخل في النسخة الأولى للشداد، ولكن يوم شفنا الوضع قمنا درسنا الوضع وكيف الآلية وكيف الطريقة اللي راح نعمل فيها للشداد للسنة النسخة السابعة العام الحالي هذا، فدرسنا الموضوع من كل الجوانب من كل الآليات، اقتنينا الإبل، شرينا إبل تساعدنا على الحصول على نقاط أكثر. احنا في هذا المهرجان حصلنا على العشر المراكز كاملة في الفردي سواء في الدق أو في الفردي في الجل، احنا أخذنا المراكز العشرة الكاملة، سواء في سيف الملك أخذنا المركز الأول والثاني، وفي شلف ولي العهد أخذنا المركز الأول، وفي نخبة النخبة أخذنا المركز الأول، وصيف النخبة أخذنا الوصيف النخبة. الأمير محمد ما يشتغل لوحده، يشتغل مع رجال، وحقيقة أبناء المجتمع السعودي كلهم رجال على يد قلب رجل واحد، وأتمنى منهم أنهم يعني يقودون هذه النهضة ويقودون البلد إلى المرحلة ما بعد رؤية الأمير محمد 2030 إلى رؤية المستقبلية، وأن نرى هذا البلد يعني من أعظم البلدان في العالم، للشعب السعودي يكون مضرب مثل في أخلاقه وفي قيمه وفي عاداته وفي احترامه للشعوب الأخرى وتقديره لهم.